مشاهدينا الكرام إلى لهيب الاحتجاجات إذن الذي يسود المناخ في تونس والذي ينتقل من ولاية إلى أخرى. نشوف بعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لهذه الاحتجاجات والسياسي أيضا لما لا، ثم نعود لكم بعد هذا الفاصل القصير، لا تذهبوا بعيد. المشهد ذاته يتكرر في تطوين بعد قرارات المجلس الوزاري الخاص بالجهة، غضب شعبي واحتجاجات وإضراب عام، والمطالب نفسها التشغيل والكرامة الوطنية وحق الجهة في نسبة من مواردها الطبيعية. محتجون رابطوا أكثر من أسبوعين في الساحات مطالبين بالتمييز الإيجابي. السيد رئيس الحكومة طلب أنه إمهالها ثلاثة أسابيع هضومة لمعناها الذهاب للجهة بحزمة من الإجراءات اللي إن شاء الله تساهم في التنمية. لازمنا ننظروا الوضعية الدولة اللي هي الإمكانيات ضعيفة، اللي حجم الاستثمارات ما هيش تقدم بالشكل المطلوب. إضراب عام بيوم واحد دعت إليه تنسيقية اعتصام تطاوين، سنده اتحاد الشغل ولم يتبناه، حضره سياسيون من الجهة لدعم هذه التحركات، وهو أيضا خطوة تصعيدية في سلسلة احتجاجات قيل أنها نتاج خطة تنموية فاشلة واعتماد حلول وقتية في معالجة مشاكل عميقة. لا ثم وضوح في مشاريع التنموية، لا ثم تغير في الطرق التنمية أو مناويل التنمية، ما يسمى بمناويل التنمية، لا ثم اهتمام خاص بالجهات اللي تحرمت من التنمية طوال عقود اللي لحد اليوم ما زالت أوضاعها كما هي. محتجون يقولون أنهم سئموا سياسات التسويف والإقصاء، مؤكدين أنهم لن يغادروا الساحات ما لم يحصلوا على مبتغاهم. التمييز الإيجابي هو استحقاق وليس منا، وبالتالي الدولة التي لا تحترم القانون هي دولة لا تحترم شعبها بالضرورة. تطاوين تحت الصبات يزينا من الذل 60 عام ينهبوا في ثرواتنا. اليوم نحب نقول لهم الشباب اللي تشوفوا فيه جاي هنا مش باش يسمعكم وموش ينتظر منكم حتى شيء، لان صاي سكرنا مخاخنا وطيشنا المفتاح. اليوم احنا بنقرروا وانتم باش تفعلوا، نقولوا لهم هيك. الثوره 2011 افرحنا وعبرنا على راينا وخدمنا ملخد مجهتنا، واذا بينا بنرجعوا نفس السيستم ونفس الاساليب اللي نسمي فيها السياسات القذره. يواجه اهالي تطاوين قرارات الحكومه بالمزيد من الاحتجاج السلمي ويدعونها إلى تقديم حلول أكثر نجاعة. هذه الحكومة التي تواجه المزيد من المشاكل في ظل توسع نطاق الاحتجاجات لتشمل القيروان بعد الكاف. مرحبا وأهلا بكم من جديد، ومرحبا كذلك بضيفنا سيدي الدكتور عماد الرقيق رئيس الجمعية التونسية للتواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بك. والصحة النفسية أيضا. شكرا. أستاذ مساعد بكلية الطب تونس واختصاصي في الأمراض النفسية، لكن احنا مش نحكيوا على الامراض الاجتماعيه. بطبيعه أيوة. الحال الجانب النفسي عنده دور فيها. هات ندخلوك في النقاش مباشره دكتور. نحب نحكيوا على التواصل الاجتماعي اليوم. طبعا هناك محتج عنده سقف من المطالب، وهناك حكومه ترجع الصدى، لا تبادر وانما ترجع الفعل، ترد الفعل فقط، هي لا تعد وما تقولش ايش مش تعمل بالضبط، لكن كيف يحتجوا ويشدوا الصحيح تولي يجي الحكومة ويجي رئيس الحكومة ويحبوا يوكلهم ويشربهم ويلحلحوا بهم. أزمة التواصل هذه كيفاش تشوفها أنت من منظور علمي؟ سي مخداد من منظور علمي، ولا كان نعمل معناها مقارنة، كان تسمح نعمل مقارنة صغيرة بسيطة بالوضع مثلا في فرنسا. أيه. فما احتجاجات في الغويان. أيه. هي منطقة معناها خارج فرنسا. ولاحظنا معناها انه فما اولا فما سكون بلا نيغوسياسيون، معناها لابد من التفاوض المتواصل. والتفاوض مش بالضروره باش يوصل النتيجه معناها ايميديات استعجاليه في 24 ساعه. وذي الاحتجاج مثلا في الغويان دوبي لو 23 منذ 23 مارس. معناها عنده برسك 3 اسابيع، والحكومه الفرنسيه نتاعهم معناها ما عطات واحد، هما طلبوا 2 مليارات اورو وهو عطاتهم مليار واحد برك. واحد مليار اورو وقالت ما نجمش نعطي دي بروميس خاطئين. يعني هنا دائما ما نجمش نخلي المواطن يعيش في الوهم. لكن الدوله طبعا يلزم تتدخل ويلزم معناها تعطيه دي بروميس وتعطيه معناها وعود وتنفذ الوعود نتاعها. لكن الدوله يلزم تكون فما مصداقيه، معناها الحكايه فما يلزم يكون فما حوار.
ما يكونش معناها فما ديكتاتورية ولا ما نسمعش كلامك ولا ما يهمنيش فيك، ولا يكون كذلك معناها باش يكون نظرا للوضع الاقتصادي صعيب باش نقبلوا كل شيء جميع المطالب والناس كل باش تولي تخدم معناها تولي معناها ونعيشوا الانسان في الوهم. لكن انا نتصور انه لابد يكون فما تفاوض متواصل والدوله تكون موجوده ويكون باش تترجع الثقه. قد باش ترجع الثقه فيك زاد يلزم يكون فما مصداقيه من طرف الدوله. ازمه التواصل موعد مثلا 500 موطن شغل يلزم نوفر ازمه التواصل الموجوده هاي. يعني هل ان الدوله يلزمها تخاطب جميع الولايات وجميع المهمشين وتعطيهم خطاب واحد ورساله واحده، ام انها تستنى الشراره في كل ولايه ثم بعد تمشي باش ولا هي طفاية حريق؟ والله التواصل هو ضروري. راهو التواصل تو مثلا هما طلبوا مثلا نرجع الموضوع فرنسا، هما طلبوا انه تجي مثلا وزيره معينه، قالت وزير ذاك ما نجمش نجي، فرانسوا اولوند رئيس فرنسا قال ما نجمش نجي، ولكن قال انا نقبل معناها كيفاش النواب نتاعهم اربع نواب فما نائب قال ما نمشيش لفرنسا. معناها فما الدوله طبعا تدخل معناها في حاله هي نورمالمون تدخل استباقيا، لكن حتى كانت دخلت معناها في لاحقا هذا ما يمنعش انه عندها دور وانه يلزم دكتور كيفاش تتحرك الدوله تتحرك كيما اي دكتور طريقه. هناك ازمه ثقه ايوه صحيح واضحه جدا هذا هي نحن وابناء التطاوعين رغم ان الحكومه حبت تتلافى وعملت اجتماعات وخرجت قرارات وزراء. امس وبعثت وزراء أي. واعطت اجنده في 10 كيلومتر تعبيد وفي 70% من ابناء التطاوعين مش يلتحقوا في الانتدابات الجديده وفي 500 موطن شغل بالنسبه للجمعيات بالنسبه للشركات البيئيه. اي نعم. لكن هذا ما غير حتى شيء في منسوب الاحتجاج. انا من رايي يجب ان يتواصل التفاوض معناها يجب يكون فما ديما الحوار كما في المشاكل الاجتماعيه والمشاكل العائليه ولا ازمه في العائله. اذا كان معناها ينقطع الحوار هذا هو الخطر، لكن اذا كان فما معناها ديما مبادرات ونجموا المواطنين معناها يحتاجوا يطالبوا باشياء نجم الحكومه تصلح تقول لهم راني انا نلبي بعض الطلبات الاخرى ضيف تلبيات اخرى فيها باس. نعم مدام جنات قال لك عادي كما في غويان عادي ان الجماهير تحتاج في كل بلدان العالم، لكن اللافت في تونس هي ولايه بعد ولايه، اليوم الغضب في القيروان، لا ندري ماذا سيحدث في ولايه اخرى. هذا المناخ قد ما هو باهي أن الجماهير من حقها أن تطالب صحيح، لكن على المستثمر وعلى اللي ناوي يحط فلوسه في تونس مش نقول واضح اللي هي ذي رسائل سلبية ليست من الجماهير بالضرورة وإنما أيضا من الحكومة غير قادرة على أنها تجد الحلول الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهات. شو رأيك؟ شو الحل؟ الحل كونه اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم ليس وليد الساعة، هو نتيجة تراكمات من الاستقلال إلى اليوم على أساس منوال تنمية ما أعطاش للجهات هذه الحق متاحة رغم هي راي ثرية وغنية بأهاليها وبالخيرات الطبيعية اللي فيها بأراضيها والثروات اللي موجودة. اللي وقع اليوم صحيح ثم قطيعة ما بين السلطة السياسية والشعب التونسي واللي غلط قطيعة. هذه يعني القطيعة هذه تم التعبير عليها في 2010 2011 و2008 بدأت يعني في الحوض المنجمي، ولكن اللي خوفنا كون الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تتعظ ما خدتش الدرس اللي صار من 2008 واللي جاب يعني ثورة 17 ديسمبر جانفي يعني 14 جانفي واللي صاير صحيح هو راهو اللي خلى الأهالي تخرج كونه ما لقاوش حتى مؤشرات ما هوش برامج علامات يعني صغيرة جدا كونه ثم أمل لكن المقررات الجديدة اللي أعطتها الحكومة جديدة واضحة وثم تفاعل فوري كبير برشا وعطات رزنامة. كيفاش القرارات نعم. واضحة بالله فهمني سي قداد تقول لي قرارات أجابت واضحة أجابت فيما يتعلق بالشركات البترولية، أجابت فيما يتعلق بشركات البيئة، أجابت فيما يتعلق بتعبيد الطرقات، أجابت فيما يتعلق بتشغيل أبناء الجهات، في عطات أجوبة في هذا الموضوع. بالنسبة لشركات البيئة بالنسبة للتطاوين شركات البيئة أول ما تأسسوا في 2015 في 2015 تم الإعلان عن انتداب 500 يعني عون للساعة هذه موقع حتى شيء. إذن
كان هناك وعود من 2015 ل 2017 ما صار حتى شيء. بالنسبة ما ناخذوش حكومة الشاهد بجريرة بين ظفرين أو بخطأ أو بتقصير ربما أو ببطء الإجراءات اللي عملتها حكومة الصيد زاد كذا. سمحني عاد يا أما نمشي معاك في منطق استمرارية الدولة وإلا القطيعة يعني بين الحكومات. سمحني اليوم احنا نأسس لدولة المؤسسات القانون والمؤسسات. إذا كان كل حكومة تجي ترتكب أخطاء وتفشل في التواصل مع المجموعة الوطنية وتهز حوايجها وترحل بدون مساءلة بدون محاسبة من مجلس نواب الشعب وتجي حكومة أخرى تقول يا ناس راني أنا ما زلت جديد وراه ما تأخذونيش بأخطاء السابق أعطيني أنا لشكون باش نمشي. اليوم إذا كان باش نمشيو بمنطق استمرارية الدولة رانا عندنا مؤسسات عندنا مخططات تنموية عندنا مشاريع. اليوم كل حكومة تجي لابد أن تنفذ يعني البرامج اللي جاية في المرحلة امتاحها. اليوم مقداد الناس عرفت كون هناك خيبة أمل عرفت كون الحكومة هذه هي عاجزة منذ ولادتها هي عاجزة وأثبتت الأيام فشلها. ما نراه اليوم من عجز الميزان التجاري وتفاقمه وانحدار وانهيار قيمة العملة هو يعني هي مؤشرات على مزيد تعميق العجز والفشل متاع الحكومة هذه. اليوم تقولي قرشت بقرارات إيش هي القرارات؟ خلينا ناخذ منطقة تطاوين. منطقة تطاوين مش مشهورة يعني هي كمنطقة مشهورة بالجبس. الجبس اللي في تطاوين الجبس والبترول فهمت والرمال يعني لا خلينا ما مشيناش لغاديك السياحة مانيش مش نحكيو عليه. خلينا في الثروات الطبيعية. الجبس اللي في تطاوين تعرف كونه هو من أحسن ما موجود في العالم. نسبة البيوضة متاعه يعني الواحدة 99%. شو صاير فيها الجبس الثروة هذه؟ حبك تمشي معايا بشوية بشوية خذر جايبة أرقام. اليوم المدخرات من الجبس في منطقة تطاوين كيفاش تم توزيعها؟ تم توزيعها على مربعات. كل مربع فيه يعني المساحة متاعه 2 كيلومتر على 2 كيلومتر يعني 4 كيلومتر مربع يعني 2000 متر في 2000 متر 4000 متر مربع. شنو صار لشركة واحدة اللي هي 4 مليون خليني تقول في 2000 4 مليون لا لا 2000 في 2000 4 مليون متر مربع 4 مليون متر مربع. نعم شركة كنوفل اللي هي شركة ألمانية أخذت الرخصة متاع البحث خاطر من الأول تاخذ رخصة البحث وبعد ما تبحث وتتأكد من الواحد تاخذ رخصة الاستغلال. الشركة هذه أخذت يعني أعطاوها 4 مربعات أربعة مربعات يعني إحنا المربع الواحد قلنا فيه 400 هكتار في الأربعة أيواش يعني الأربعة مربعات يساوي 16 مليون متر مربع. إذا كان نشوفوا يعني العلو متاع المدخرات تجي متكونوا يعني 200 متر في الجبل ولا 200 متر أنا مش ناخد بالنسبة للشركة هذه هي 400 متر العلو متاع الجبس هذايا طبقة الجبس. إذا كان ناخذوا الأربعة مربعات ونعملوهم في 400 متر قديش نلقاو؟ نلقاو 16 مليون متر مربع اللي جاتنا من أربعة مربعات في نعم. في 4 ملايين متر مربع قديش يجيونا؟ يجيونا يعني 6400 متر مربع يعني 6.4 مليار مكعب. علما وأن المتر المكعب يوزن أو يعطي 2.3 أطنان. إذا كان ناخذ 6.4 مليار متر مكعب نجد يعني نضعفون في 2.3 طن قديش باش ينتج؟ ينتج الأربعة مربعات هذوما 15 مليار طن يعني 15 وراها 9 أصفار نعم. إذا كان ناخذ الانتاج هذايا بتاع الأربعة مربعات في 15 مليار طن ونعرفوا أحد أكبر شركة في العالم تجم تنتج يعني سنويا 5000 طن في السنة يعني 5 وراها 5 أصفار. نعم. إذا كان نقسموا 15 يعني المليار طن على 5000 طن قديش نلقاو 4 مليار مدخرات على قديش من عام ومقدات على 30 ألف سنة
يعني المدخرات هذه بالارقام المدخرات نتاع اربع مربعات اللي خذيتهم شركة كناوف الألمانية. الألمانية يعني يعطيه إنتاج على 30,000 سنة والرخصة هي تتعطى على 33 سنة صالحة على التمديد. يقول القائل إلى كيفاش إحنا نعطيه رخص ونرهنوا الممتلكات متاعنا ومدخراتنا نرهنوهم في عوض نخبيهم للأجيال، يعني أعطيه على حسب طاقته الإنتاجية، علاش تعطيه أكثر من طاقته الإنتاجية إذا كان إحنا نأخذ كل مربع مربع أعطيه يعني الكمية متاع 33 سنة فقط أما إحنا الرخص نعطيها بالمربعات هذه، وشكون يأخذها مقدات يأخذوها ناس بالمحسوبية والانتماء والولاءات السياسية وما ينفذوش المشاريع يأخذوا رخص البحث وما ينفذوش على خطر ما عندهمش فلوس. اليوم قولي انت قرارات وجايب لي يعني الشركات البترولية والخدمات البترولية بينما يعني تطاوين يعني هي يعني تعوم على ثروات كيف من هذه وتجب تغرق بديل التطاوين بالدولارات والأورو. يعني يقول قايل ما معنى هذه القرارات امام هذه الثروة وهذا الاحتساب اللي كيفاش إدارة المناجم لعوض ديوان الوطني للمناجم اللي فيه الكفاءات وهما اللي يحتسبوا في عوض هما يعطيوا الرخص، إدارة اللي فيها أربعة من الناس وما همش مختصين هما اللي يعطيوا يعني الرخص بتاع البحث. عندك فكرة اللي هما همش مختصين؟ إدارة راهي ما هيش ديوان مش كيف إدارة يعني ناس إداريين بينما الديوان فيه كفاءات عالية ويشهد لهم على المستوى الدولي. اليوم ثروات كيف من هذه والناس ثم متشغل تطاوين وتشغل يعني مش كامل الجمهورية إذا كان يعني تاخذ مربعات كيف من هذه وتجم تبيحهم حتى للشركات، علاش تبيحهم للشركات العالمية وتفرض عليه يعني أنت الشروط متاعك باش يشغل وباش ينقل التكنولوجيا وباش حاجة أخرى مقدار. تعرف أن الشركات الموجودة اليوم مسألة الجبس قاعدين يصدروا في الجبس خام بدون قيمة مضافة. علاش أنا كدولة وكحكومة نجيب شركات اللي نفرض عليها الإنتاج والتحويل ونشغل فعود نجيب أنا توا والله مهزلة بالنسبة لي أنا اللي تعامل المنطقة هيك وأهليها وشبابها بشركات البيئة والغراسة. تعال شو المهام متاحة شركات البيئة والغراسة شو المهام متاحة تعمل نباتات يعني في مدخل متاع المدينة تدهن المادة تدهن فهمت يعني حكومة تخرج عمل تخرج حكومة تخرج وتتباهى بتفعيل الاتفاقيات الموجودة في شركات البيئة والغراسة. معنا شركات شبه غير منتجة باش نكون واضحين نتاع تعمل منها قاوق مجلس وزاري ولا اجتماع وزاري انت باش تقول انا تفعيل شركات من نوع شركة مناولة ما عندها حتى يعني تفتخر بتشغيل شبابك الشباب متاعك باش يعمل نبتات والشجرات في شارع البيئة ولا تدهلي يعني الطرقات وتقول أنا إجراءات ولا طيب التازم تسميها إجراءات هذه أنت تسحب الكلمة متاعك ولا لا؟ ما هيش إجراءات وما هيش قرارات، هي مغالطات وضحك يعني ضحك على ذقن هذا الشعب اللي هو لكن إذا أردت أن تطافت بالمستطاع أيضا تقول لك زادة حكومة عندي 7 شهور أنا مهما يكون من إرث سلبي قديم أنا صحيح مطلوب مني أن أعالجه لكن ما نجم عنديش كن فيكون وما عنديش العصا السحرية الاقتصادية. أنا ما قلتلكش كن فيكون، قلت لك كون واضح معايا، كون جدي معايا، كون استراتيجي معايا، شعرني كونك أنت تعرف قدرات هذه المنطقة، تعرف طاقاتها، تعرف يعني الأمانة اللي تحملها في الحكم في البلد هذايا، وكونك أنت أمين على ثروات هذه البلاد وما تبذرهاش وما تخليهاش تمشي هدرا وتقول كوني أنا ما عنديش إمكانيات كيف ما السيدة النائبة اللي توا كانت تتحدث في الروبورتاج قالت يعني إمكانيات هذه الحكومة وهذه الميزانية ما عنديش إمكانيات. لا سيدتي أعتذر، ما هيش مسألة إمكانيات، مسألة مخ ومسألة يعني وإرادة سياسية وقدرة وقدرة قادر أو غير قادر يعطيك الصحة بارك الله فيك. احنا مش نجيك لطفي وعايد نحن بانتظار الربط لأنه كما قلت لهيب الاحتجاجات وشرارته تمتد إلى مدينة القيروان
معنا. حاضر بعد إذنك لطفي نمشي مباشرة للنائب دكتور سهيل العلويني نائب الشعب عن جهة القيروان. دكتور سهيل مرحبا أهلا بك. مرحبا بك، مرحبا كل مشاهدي قناة زيتون. شكرا جزيلا لك على الانضمام. إذن يوم غضب في القيروان، كيفاش تعاملتوا وتعاطيتوا مع مطالب الجماهير هناك في القيروان؟ والله يشوف هو الجماهير هي مجتمع مدني، هو اللي قام باليوم غضب داية معناها عنده فترة هم يحطوا فيه. ما دخلتش الأحزاب السياسية في الموضوع، هذا نأكد عليه، اللي احنا معناها مشينا كنواب ما دخلناش هناك أحزاب سياسية، لأن الموضوع كان غير متسيس، وذي معناها يوري معناها العمل متاع المجتمع المدني في القروان اللي هو معناها مرتقى إلى مستوى تنظيم مسيرة ووقفة اللي هي معناها سلمية بيتم على الكلمة. احنا مشينا معناها كنا تقريبا 4 نواب حاضرين على عين المكان، سيرنا المسيرة، وقفنا معهم معناها أمام الولاية. والسبب هو بطبيعة الحال هو معناها تنمية تشغيل، اللي معناها كل الحكومات تداولت دائما تعطي وعود، وآخرها كانت مع سيد رئيس الحكومة السابق سيف جاء عمل مجلس وزاري في القروان، واتفقنا معها على أشياء كثيرة وكنا حاضرين فيه، معنا من وين التنمية، الصحة، البنية التحتية، القطار، الطرق، معناها أمور كثيرة، تشغيل، عندنا منطقة صناعية في السبيخة سنين اللي من وقتها قال آمر هو باش تعمل في وقتها وباش تجهز، إلى يومنا هذا ما تعملتش. فبصراحة معناها طفح الكيل عند برشا من الناس، قال لك احنا باش نقعد نشوفوا أي تنمية تحصل واحنا نطالبوا فيها من سنين وسنين، ولذلك هم اجتمعوا باش يعملوا هالتحرك هذا ويطالبوا بحقوق الولاية. طبعا الحال أنا مش معقول زاد احنا بعد ثورة بست سنين ومازلنا ما قدمناش حتى طرف. فهي معناها وقفه واحنا كنواب صراحه نعتبرها الغالب، معناها احنا في وضع كنا منحبش نوصلوا لهذا، ولكن يعني كنواب تو من فتره طلبنا مع السيد رئيس الحكومه، كل النواب تقريبا تاع القروان بعثنا رساله وكتبتها وقتها بعثت للسيد رئيس الحكومه طالبين منه موعد، اذا كان في فيفري معناها منتصف فيفري، الى يوم من هذا ما قبلناش، هو عنده مشاكل كثيره، ولكن كنا نحبوا يقبلنا على الاقل، معناها يكون اشاره ايجابيه للولايه باش نقدموا له طلبات. عنده الوقت باش يدشن العلم في البلفيدير وما عندوش الوقت باش. والله ما نحبش ندخل في هالواحد، ولكن اي كان انا بصراحه اليوم كلام حتى في المجلس بعد ما شاعت القروان بصراحه متفشلين، خاطر مش معقول، معناها هذه تعتبر كولايه وسطيه في وسط تونس، عندها 7 ولايات او اكثر معناها اللي هي معناها حدود معاها، منطقه معناها غنيه بالتاريخ نتاعها، ومش لازم ديما نرجعوا للتاريخ، ولكن هي معناها من البلدان اللي عندها الباع في تاسيس الدوله التونسيه كلها، معناها مش معقول معناها الى يوم هذا ننظر لها بنظره تهميش. عندنا إشكالية حتى مع السلطة الجهوية، معناها كنا نصوروا كان عندنا والي تبارك الله عليه يخدم ويحرك ويعمل مشاريع وفما اعتمادات اللي يحرك فيها، ما رانا إلا بعد التغيير الأخير برشا مشاريع ما صارت معطلة، ما عادش فما كنت تحرك كنا نشوف فيه، فرحنا به له، معناها البنية التحتية مهمة برشا في القروان، معناها حاجتنا به مهلهلة معناها. معناها هذا كله يجعل الناس بطبيعة الحال يسموه يا مغضب، هو غضب الوضع لا يمكن يستمر، والحمد لله معناها يمكن صرنا شويه معناها شباب وبالغضب نتاعهم سكروا الكياس، ولكن بعد رفعوا معناها الواحد بعد فك تسكير الكياس ورجع الطريق يمشي ما بين كذا ودور القروان نورمال. تحب تتفاعل معاك مدام جنات هو معاك يعني انا تو يعني نقول الحمد لله الحمد لله على كل شيء، اما ما تحلتش المشكله، يعني صحيح رجعوا لديارهم فرحين مسرورين، ما تحلتش المشكلة، يعني اليوم رجعوا غدوة راهو باش اليوم رجعوا غدوة راهو باش يرجعوا كيف كيف. ما تقولوش يا الأول سامحني يا مدام، مش فرحين مسرورين، غدرة دي معناها انتقاص من معناها عملوا وقفة ووصلوا رسالة وصلناها لرئيس الحكومة
ونتركبوا في نفس الحكومه رده الفعل نتاعها ونصور باش يكون فيه رده فعل بطبيعه الحال. ما نخليوش الامور تتصاعد، مش احنا مشنا من دعاه معناها تصعيد الامور، ولكن هذه لا يظل لي معناها التحرك هذا يخلي الحكومه تنظر وحتى معناها تصل بيا من النطق الرسمي نتاع الحكومه وانا في الطريق ويتشر على الوضع على الاقل. معناها ثم اكثر من لفت نظر هذه معناها راهو قيد هذه انا نسميه نقص خطر. القيروان ماشي سهله، المنطقه هذيك وسطيه تعتبر جمهوريه تونسيه منطقه وسطيه، لكن القروان معناها توصل الى هذا الحد لازم معناها نقص خطر ينتبه اليه الحكومه كلها. القروان مناره شمال افريقيا، اليوم معدل الانتحار في مدينه الاعلى هو الاعلى على مستوى الجمهوريه. خرج حتى من الاعلى في بغداد، خرج من الاعلى وتوا في عندنا في بوحجله، عندنا حتى في قروان المدينه، معناها موضوع نعم هذه كلها نواقيس خطر قاعده ترن في كل معناها صار الان معناها عاجل. حتى قلتها في الواحد راهو مش معقول القروان اللي هي معناها وقت نخرج للخارج وتعرف انت هذا تمشي اي منطقه في العالم وكلش حتى البلدان العربيه حتى البلدان الاوروبيه حتى في يقول تقول له من تونس ما يعرفش تقول له كيغوان معناها تاريخ راهو يقراوه في المدارس كيروان، ولكن ما نستعملوش حتى احنا كانت في بلادنا تعرف الشركات عندها تخسر مليارات باش تعمل اشهار على لابيل على اسم انت لسه ما عطاهولك التاريخ اسمه القيروان. نعم ما تخليهاش القيروان تندثر شعبها راهو الناس تمشي تخدم في الساحل تخدم في تونس علاش؟ قدر ما فماش فما بطاله فما ناس ما عندهاش باش تعيش معناها التهميش هذايا راهو عنده سنين وسنين. انا قلت البكري في الواحد القطار عام 69 جات فيضانات وادي زرود والملاك وادي زرود هز السكه من عام 69 الى يوم هذا ما رجعش ومشي منا مش عملوا على القرار مش رجعوا القطار لانه اصلا من عند فرنسا كان موجود. نعم. كأن حاجه معجزه ولك اعجاز هذا حق القروان هذيك حاجه اساسيه باش تعمل تنميه. نعم بورقيبه نعرفه خاطر كان يحب برشا القروان يموت على القروان خاصه في ليله سبعة. الله يرحمه الله يرحمه. انا نحكي لك دكتور سهيل، انا البارح برك في القيروان لعلمك وصدمت عندما رأيت أنه ومتأكد برشا اللي الأجانب اللي يجيوا حتى مسلمين من اليابان ومن الصين يجيوا على ريحة القيروان وتوريزم هذايا السياحة الدينية، هذه السياحة غالية وحرفائها ممتازين ويدفعوا برشا فلوس، لكن يصدمون عندما يدخلوا القيروان تصيبهم الصدمة يقولوا ذيس از كيروان، حتى هم زاد كذلك يسالوا يقولوا هذه القروان اللي شفناها في التصاور ونعرفوا تاريخها، هم زاد كذلك مصدومين برشا. وعندهم حق يتصدموا خاطر هذه من الاشياء اللي تجعل الانسان معناها يتحسر على خاطر وقت اليوم كان عندنا برنامج نسميه المخطط الخماسي في المجلس. وقت تعمل مخطط خماسي ما تفكرش يعني ما عندكش فيزيون، تو القروان قلتها تو السياحه الدينيه دي ابسط لا تخمم مش تعمل معناها زون توريستيك لا تعمل وتله خاطر باش يجيك الوش هيك وباش يجيك طبيعه الحال تشوف الاثار وغنيه بالاثار القروان ثم ما يقعدوش يركزوا على الاثار لكن عملوا على الاقل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دكتور ان شاء الله وعد. نعم. باذن الله نعملوا برنامج قيم على القروان ونشخصوا الوضع الاجتماعي والاقتصادي هناك، ولكن دعني في سياق هذا الوقفه اللي صارت اليوم، هل من اجوبه او من وعود على الاقل تقدم لأهالي القيروان تعطيهم شحنة من الأمل وتخليهم يراو بعين إيجابية لمستقبلهم على الأقل فيما يتعلق بأداء هذه الحكومة؟ هو شوف تو احنا بعد هذا وجينا اليوم لتونس دونك نترقبوا احنا في باش نشيلوا باش نعاودوا نتصلوا برئاسة الحكومة ووعدونا وقال في القريب العازم شعبه جلسه مع النواب على الاقل باش نشوفوا شنو هي المشاريع. ثم برشا مشاريع معطله اللي هي المشاريع باش تتحل ومنها انا مركز عليها يمكن من اكثر شيء اللي عندنا منطقه صناعيه في القروان في السبيخه، عندنا منطقه صناعيه في حاج العيون، عندنا منطقه صناعيه في بوحجله، عندنا منطقه صناعيه والى الان ما تعملش شيء. هذه اقل مناطق شغل والقروان تصدر في المنتوج الفلاحي نتاعو كلها خارج القيروان، كان تراها في الكاميونات اللي يخرجوا من القروان متوت الكاميونات نتاع الفلفل نتاع غيرها وغيرها، علاه هذا كله ما يتسمعش غادي؟ علاه هذا كله في المناطق الصناعيه ما نعملوش تحويل الغذاء اذا يحصل في عين المكان على الاقل الشباب يلقى ما يخدم. معناها هذه امور من ترقب انا من وزاره الحكومه باش تحرك في هذا الاطار، نبدا نحطوا البنيه التحتيه اللي هي الاساس باش يجيو وفما مستثمرين هي المشكله فيني. ساعات واحد يجيو يكلموني راه والله حتى من الساحل يكلموا فيا اخيرا من الناس يقول لك نحب نجيو ما عادش عندنا بلايص ما عادش
فما اماكن باش يشريوها باش يكريوها باش يعملوا معامل في القروان عندنا امكانيه. فتصور معناها المستثمر يطلب واحنا كدوله لاخين نقولها لاخين اللي قاعده راقده على وضعها زوج ومش قاعده تتحرك وعندنا ألفين يا قيس باش يتحركوا باش يعملوا لها المناطق هذه ويجهزوها باش خلي الناس تستثمر في البلاد على الاقل يتحرك معناها بالدرجة يقولوا دولاب. يعطيك الصحة مشكور الدكتور سهيل، شكرا لك نائب الشعب عن منطقة وعن جهة القيروان، في إن شاء الله قادم الأيام علاش لا نعمل حلقة محترمة على القيروان وتغطية تكون كبيرة برشا على القيروان وعلى المعتمديات كذلك. مشكور جدا، شكرا لك. نعم والله نعم، رجعوا لي بالله تصويرة متاع القيروان. القيروان شهادة خليني نوصلها للسادة المشاهدين والحضور الكرام كذلك، بالله رجعوا لي تصويرة القيروان. القيروان البارحة في القيروان في مسجد أبي زمعة البلوي وما أدراك، في الميضة متاعه لا يوجد صابون. الدولة التونسية في هذا المعلم الديني والسياحي اللي يعتبر منارة عند كل مسلمي العالم يجيوا باش يشوفوا المكان هذاك، ولم تكن صدفة لأنه منذ عام تقريب في نفس المكان الميضة حشاكم وكرم الله وجوهكم بدون صابون. الدولة بوزارة سياحتها بوزارة ثقافتها لا غير قادرة على أنها تحط شوية صابون لمن يدخلون هذا المكان، وعاملة ميضة متاع ترهدين للسياح فقط. إذا كان اسمك بيتر أو جون تنجم تدخل الميضة هذه، وإذا كانك تونسي ما تنجمش تدخل للميضة هذه. قمة المهانة، قمة السخرية، وقمة البؤس، وقمة النذالة والسفالة والحقارة. ولو كان للحضارة ذيل لتبرأ الذيل منا. هذه القيروان العظيمة جدا، هذه القيروان اللي دخلت الحضارة لشمال إفريقيا، هذه القيروان العزيزة الغالية، هذه القيروان اللي يعرفوا قدرها في الصين وفي اليابان وفي نيكاراغوا. المسلمون يأتون باش يشوفوا القيروان، الميضة متاعها ما فيهاش صابون حتى، ويزمك تمشي لشكون باش ربما يعمل يتدخل باش ينجم يعطيك صابونة في ميضة في أبي زمعة البلوي. هو مشهد مؤسف، وأنا أخجل من أن نتكلم على بلادي في منبر هكذا في تونس، لكن للأسف الشديد من الواجع نتكلم من الواجع. تفضل سي لطفي. الله يخليك. فيما يخص الثقة، هناك قصة جميلة عندما ومثل يقول لك كيف أأمنك وهذا أثر فأسك. كيف هي حية عندما جاء أحدهم قال لها أعطيك تعطيني مال على أن لا، هو كان من قبل كان قد ضربها لكنها نفذت فلم تمت. عندما عادت إليه ثاني مرة قال لها نعود إلى الاتفاق السابق أنك تعطيني مال وأنا أعطيك الأمان. قتل وكيف آمنك وهذا أثر فأسك. فالمجتمع التونسي أيضا وفي كل المناطق عندما يتكلمون على القيروان وغيرها، هناك جندوبة، هناك الكاف، هناك كل المناطق، تلك المناطق هي مناطق مهملة أصلا لم تدخل التاريخ بعد. فكيف تريد من هؤلاء أن يأمنوا هذه الدولة وأثر فأسها فيه؟ لكن احنا زاد كذلك مطلوب منا باش نعملوا شويه نعطوا الامل زاد كذلك للتوانسه. ما نجموش نكونوا عدميين، لانه كان نكونوا عدميين زاد كذلك انتهى الموضوع وانتهى الامل وانتهى المسار كله. كيفاش نجموا نروح ما بين بؤس الحال الموجود توا، وكيفاش نجموا نجمعوا ما بيناتهم وكذلك شحنه من الامل خلينا نجموا نصلحوا وضعنا؟ ابدا بخطوه. عندما تبدا بخطوه آمل أن تكمل الخطوة الثانية. شنو أول خطوة تنجم تكون حسب رأيك؟ دولة التي هي التي تبدأ. أول خطوة ميزانية الدولة، أول خطوة موارد الدولة، أول خطوة استرجاع الشعب لسيادة متاعه على ثرواته، أول خطوة هو عودة ديناميكية للاقتصاد، أول خطوة سيد الكريم، إعادة النظر في العقود،
من بينها أول خطوة مراجعة ميزانية الدولة ومراجعة موارد الدولة وعدم الاكتفاء بالموارد الجبائية، ولكن لا بد من إيقاف التهريب، لا بد من ترشيد التوريد، لا بد من مراجعة القوانين وخاصة مجلة الصرف. عندك الأمل مش هذا يصير؟ ما هوش مش يصير. علش؟ لأن هذه الحكومة تصر على مواصلة العمل بالمنوال التنمية القائم. علش؟ وهذا الأسبوع متزوجين جايبين أولادهم، علاش هي مصر عليه؟ لا هو ما عندهم أولاد ومتزوجين، خايفة للطلق وتدفع له نفقة. لا لا عندهم هم البر أولادها، ما هوش ضرورية. تعرف ميزانية الدولة لشكون معمولة سي مقداد؟ ميزانية الدولة معمولة للشعب الفقير اللي ما يلقاش كما قلت انت الصابونة، اللي ما يلقاش الدواء، اللي ما يلقاش الطبيب، اللي ما تلقاش المرأة وين تولد، اللي ما يلقاش الابن وين يقرأ، اللي ما يلقاش الكار اللي باش يركب فيها. إذا ميزانية الدولة مجعولة للشعب الفقير اللي قاعدين نفقروا فيه، في حين أن هذا البلد هو غني. والإصرار اليوم هذا الأسبوع مجلس نواب الشعب ينظر في وثيقة المخطط الخماسي للتنمية اللي التوى مريناه واللي تقام على يعني يستند إلى نفس المنهجية ونفس الخيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمنوال التنمية القائم، بل هو أدهى من ذلك. هو جاء لخدمة الشركات العالمية، جاء لخدمة الاتحاد الأوروبي ومصالح السوق الأوروبية على حساب هذا الشعب الكريم. في مسألة وهي أعتقد أنها سريعة مش تتكلم، أشك في مسألة وهي خطيرة جدا، هي عملية التفقير، هي تفقير ممنهج. لماذا؟ لكي تسلم بعد ذلك البلاد كلها للصندوق النقد الدولي، فيفرض شروطه ويبعث شركاته، وبالتالي هي حقيقة حسب ما أرى أن عندك إمكانيات وعندك شعب. هل تعتقد أنها لن تسلمها؟ عندك شعب وعندك إمكانيات ويمكن الاستثمار في كل زاوية من زوايا هذا الوطن. يعني عملية التفقير أنا أراها هي عملية ممنهجة لتسليم كل البلد للشركات الأجنبية. نعم. اللي نجم تكون يجيبها صندوق نقد الدولة. نعم. وبشروطه. وبشروطه. وبالتالي. البنوك العمومية سمحني. عفواً. البنوك العمومية الثلاثة اللي هي ماهيش خاسرة سيتم التفويت فيها للاستثمار للقطاع الخاص. مش ان شاء الله يكون وطني، اما ما هوش وطني. وتعرف كي تسكر انت الحنفيه بتاع تمويل الاقتصاد من الدوله، يعني من الحكومه، من الدوله تعطيها للقطاع الخاص، تولي ما عادش عندك حتى قطاع يجم يكون القطاع اللي هو في استراتيجي وتجم وطني في معنى عنده علاقه بالاقتصاد. والتفقير ماشي، احنا ماشي في التفقير. سي عماد تفضل. لما حال التابلو معناها بيسيميست متشائم معناها كثيرا، لكن ما نعرفش كان توافقني استاذي يوافقني الاحتجاجات هذه معناها شرعية وغير ذلك، لكن نتصور معناها ما لازمش تمشي جوسكا ايكونومي، معناها فراجيليزي ليكونومي. هو اصلا فراجيليزي لا سامحني، اكثر فاكثر. اذا كان معناها ليكونومي وصورة البلد والسياحة وصورة البلاد، اذا كان معناها تهتز بشكل كبير ياسر معناها تولي مشكلة. تو كيما قبيلة سامح دخل قبيلة الدكتور دخل قبيلة كان معناها قال انه فما حاجه سيفيليزي، معناها حاجه مواطن يعملوا مظاهرات وروحوا لدارهم، معناها فماش تكسير، ما فماش اي مشكل هنا. لانه تو احنا مثلا اطباء عملنا اضراب، عملنا اضرابات وعندنا احتجاجات، لكن ما عملناش مثلا اضراب لا متناهي، توقف عن العمل، التعليم تراجعوا في برشا اضرابات. علاش؟ علاش سامحني مش نقول لك علاش، باش ما يهتزش القطاع نتاعنا. خلينا نكمل جمله على خاطر اذا كان اي قطاع مثلا باش نخلي انا قطاع الصحه يهتز بشكل كبير، صحيح انا مطالبي شرعيه ومن حقي باش نضرب ونعمل كذا، لكن اذا كان نواصل احتجاجات عشوائيه باش تولي تصرفات عشوائيه، صحيح الدوله هي لا توجد عشوائيه لا نحكي لك. اذا كان تتحول الامر يتحول المواطن، نحكي على المواطن انا كمواطن معناها مشاهد، المواطن يلزم يعني يكون مسؤول ويتصرف بطريقه مسؤوله، ما يتصرفش بعشوائيه، يعني احتجاجات غير عشوائيه. دكتور المقارنه نتاعك والدوله مش مع الدوله، راهو الدوله نتاعك مغلوطه. تعرفش قلت انت قلت نحن الاطباء مثلا، قلت مثلا مش نحن الاطباء قمنا باحتجاج. نحن الاطباء عندك مورد رزق،
عندك مصدر دخل راس اللي قاموا بالاحتجاجات. سامحني ينجم يتصرف بطريقه حضاريه. لا لا انا مانيش معاه يعني. لا لا انا معاه. لا لا الشعب التونسي حضاري اسمعني. لا لا الشعب التونسي حضاري. هي بلد تونس بلد للجميع مش بلد. لا لا ويخاف على الثروه نتاعو. لا لا احنا عندنا كل الثقه على الامه. راهي المقارنه غلط. المواطن قلت يخاف على البلد نتاعو. الناس اللي شو المقارنه غلط. الناس اللي خرج لهم في الاحتجاج ما عندهاش مورد رزق. راهي جيعانه في كرشها مريضه في بدنها. داكوردو واش معناتها راني مش راني انا اللي شرع الاحتجاجات العشوائيه. لا 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 اما من حقهم من حقهم طبعا كانوا يبلغوا صوتهم بالطبيعة بكل الاشكال بالطبيعة اللي هو يضمنها القانون. طيب ولكن تعرفوا المصيبه وين؟ كونوا الاحتجاجات هذه ما هيش نتاع اليوم كهو. راهي قاعده تستمر وتعرف علاش كما قلت قبيله استاذ خاطر قلت فما وعود ووقع وعد في 2015 وما تحققش. هذه خطا. مثلا في اوروبا كما قبيله حكينا قالوا ما نعودوش احنا ب 2 مليارات خاطر ما نجموش نعطيو ب 2 مليار. اعطوه مليار برك هذاك ما عطاش حتى شيء. لا وعدوا ما عملش مليار اورو 2500 مليار. هذا لا وعدته ولا اعطيته ولا قدمت خطوه. هذا الامر ملاحظه خطيره جدا. انه يعود وما يعملش خطيره جدا. هو أن هنالك بعض القوى تريد أن تستغل وتبتز المجتمع والشعب التونسي باسم السلم الوطني باسم السياحة باسم لماذا لتسكته لا باسم تريد أن تسكته وتبتزه وبعد ذلك تنفذ ما تريد. هذا الأمر أعتقد أنه وهؤلاء الذين هم الآن يحتاجون هو في الحقيقة يصونون هم صيانة لأرزاق و مستقبل أولادنا. عندما ينادون بتأميم وإعادة النظر في العقود والانتهاء من التصدير حتى يعني لابد من إعادة كل شيء. هؤلاء هم يصونون وليسوا ولم يكونوا أداة تدمير. لا 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 مش ليش أداة تدمير. من حقهم الاحتجاج بدون تدمير. حد ما يحمي دمر لا المواطن ولا هم الذين سيعيدون الثروات الباطنية إلى أهلها. هم الذين سيعودون الحقوق إلى أهلها وهم الذين سيفرضون أجندتهم على أي حكومة الآن وغدا. يجب تشريكهم في القرار. لا تبيع لي كلام الآن نحن يجب عليك أن تنفذ ولا تبيع لي كلام. دولة يجب تشاركهم في القرار. نعم دكتور حسب مثلا أنت فيما يتعلق بالتواصل تواصل الدولة على مستوى الانترنت مستوى المعلومة. شاب في القصرين في سيدي بوزيد حب يعرف مستقبل الولاية ما هي المشاريع المزمع شو المشاريع اللي مش تنفذ بالضبط. ثم وضوح ثم رؤية للمستقبل. يا سيدي أنا مع الصبر. دولة يزمع أنا مع الصبر صادقة أنا مع الصبر أنا مع الصبر شرك والصبر والصبر مش مزية وربي مع الصابرين. لكن حسب رأيك أنت فيما يتعلق بالمعلومة الواضحة تابلو دو بور قدامك ثم وضوح ترى انت بالنسبه للمعلومه للشباب كل ولايه يرى هو نعم الدوله يلزمها تخلي المواطن هذاك المحتج اللي خرج في المظاهره في الكيف ولا في تطاوين يلزمه هو يكون شريك موجود معها في القرار على الطاوله مع الوزير ومع النائب في مجلس النواب وهو يكون مشارك ويلزم هذاك باش نضمنوا نوع من المصداقيه مثلا باش يكون فما مصداقيه المواطن يكون موجود في اتخاذ القرار. نعم متابعه مدام جنات ننهي سريعا الغالب الوقت وفاء لكن في دقيقه الحكم المحلي اللي مقبلين عليه باش تولي كل دوله كل ولايه وعباره على مقاطعه عباره على دوله وعندها رئيسها وعندها الميزانيه نتاعها وساعتها هي ما عادش مربوطه بالراس وما عادش هي ذيل ومربوطه بالراس تنجم تحلينا المشكله هذه حسب رايك نهائيا. لا مركزيه القرار يعني لا مركزيه القرار يمكن يعني باش تفسروا اليوم يعني في كل ولايه تجمع موارد الجبايه يعني الشركات الضريبه على الشركات الكل تمشي للسنترال يعني وزاره الماليه وبعد وزاره الماليه هي اللي توزعها حسب يعني مقتضيات حسب يعني الميزانيه اللي عندها. اليوم اذا كان كل ولايه يعني هي اللي تتصرف في الموارد الجبائيه اللي عندها والشركات الموجوده اللي غادي والانشطه الاقتصاديه اللي هي تؤدي يعني واجبها الضريبي تكون عندها هي الميزانيه المحليه نتاعها وهي تتوزع اللي عندها سلطه القرار تحل يعني مشكلة الفقر هذايا. ولكن أنا أعتقد أن هذا اليوم سيكون بعيدا وبعيدا جدا وليس لي أمل لأنه سيكون في الغد. المجتمع حتى المجتمع عندما يحس أن هذه الأموال ستعود إليه يعطي الجباية وهو فرح.
شكرا لكم جميعا. مشكور برشا دكتور عماد الرقيق، اذا رئيس الجمعيه التونسيه للتواصل الاجتماعي والصحه النفسيه. شكرا لك الاعلامي لطفي السكوحي، مدام جنات بن عبد الله زميله الصحفيه المختصه في الشان الاقتصادي. مشكورين كل الزملاء في غرفه التحكم، محمد حكيم الجمعه كان على راس الفريق في الاخراج، زملاء في الاعداد مشكورين. مقداد المجري، يلقاكم بالف الف خير في حلقه مقبله غدا باذن الله على نفس الموعد في نفس التوقيت. تصبحون بالف خير.